اليوم نتوجه باقليم تارودانت في اطار انعقاد الدوره العاديه للغرفه الفلاحيه للجهاز المؤسسه تنعقد في واحد الظروف اللي تعيشها القطاع الفلاحي في هذا الموسم، يعني موسم صعب للغايه. القطاع الفلاحي يعيش يعني واحد المجموعه ديال المشاكل اللي اهمها يعني مشكلة التسويق ديال الحوامض والخضار بصفة عامة، كذلك ندرات المياه الجوفية، التدريب الفلاحي يعني التدريب الفلاحي، كذلك الجفاف. يعني هذه فرصة باش الأعضاء ديال الغرفة يطرحوا واحد العدد ديال التساؤلات وواحد العدد ديال المشاكل للمسؤولين، وكذلك باش يطرحوا باش نحطوا واحد العدد ديال التوصيات اللي أهمها، يعني أهم التوصيات هو تطبيق القانون ديال الراعي الجائر. كما تعلمون في هذه الايام كاين واحد العدد ديال الرحال اللي تهاجموا على الفلاحين الصغار في المنطقه ديال تيزنيت والمنطقه ديال الشتوكا وكذلك المنطقه ديال تارودانت نوح ديال الغرم. كذلك كاين برنامج يعني انقاذ الماشيه، برنامج ديال الجفاف ديال توفي الاعلاف لانقاذ الماشيه. ثم كذلك طال الاعضاء جل الاعضاء تنطلبوا بانشاء واحد المجموعه ديال السدود، يعني السدود التليه والسدود الكبرى كسد على واد المدان ثم سد اورقا، بغيه التخفيف على الفرشاه المائيه الجوفيه. فاحنا دابا في بدايه مارس كاين المشكل ديال الماء، كاين واحد العدد ديال الضيعات لان اصبحوا الابار ديالهم يعني ما فيهمش الماء، يعني مشكل خطير جدا يعيشه القطاع الفلاحي بالجهه خصوصا بقيم تارودانت. حنا كغرفه فلاحيه كمسؤولين كمؤسسه ودستوريه تنحاولوا نوصلوا هذه المشاكل للجهات المعنيه قصد ايجاد الحلول يعني استعجاليه لهذا المشكل هذا. كما لاحظتوا ان اشغال الدوره العاديه ديال الغرفه الفلاحيه المنعقده بتارودانت طغى عليها هذا الموضوع ديال الرعي الجائر، وحنا كممثلين ديال الاقليم ديال تيزنيت كما كتعرفوا ومختلف الاقاليم ديال الجهه اللي تقصت بهذه الاشكاليه ديال الرعي الجائر، ترنا هذا الموضوع في الدوره العاديه واكدنا على ان الغرفه الفلاحيه كانت دائما يعني بجانب الفلاحة في هذا الموضوع، والدليل على ذلك وهو أن التجاوب يعني السريع ديال رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة مع الساكنة ديال أربعاء الساحل من جراء الاحتكاكات يعني الهجومات اللي وقعت عليهم من طرف واحد العينة ديال هاد الرعاة الرحال اللي يعني استباحوا الممتلكات ديال الناس، الملكيه الخاصه والملكيات المشتركه ديال الناس، وهجموا عليهم وكبدوهم واحد الخسائر فادحه في المغروسات ديالهم، في الصبار، في الاشجار، في يعني في الحقول ديالهم ديال الغرس، اضافه الى تهديد السلامه الجسديه ديال المواطنين. اذا هذا الشيء استنكرناه واتصلنا برئيس الغرفه الجهويه اللي حتى هو يعني تضامن معنا كساكنه، وقام بتوجيه مراسلات في الموضوع للسيد وزير الداخليه والسيد وزير الفلاحه والسيد الوالي والعمال ديال الجهه من اجل يعني ايجاد الحلول العاجله وضمان الامن والسلامه الجسديه وديال الممتلكات ديال الساكنه ديال الجهه ديال الاقاليم ديال الجهه بصفه عامه، لان الجهه كلها راه تقص بهذه الاشكاليه ديال الرعي الجائر. وحنا كما قلنا في التدخل ديالنا ان حنا كنشوفوا بان الجواب ديال هذا ولا واحد يعني الحل ديال هذه الاشكاليه خصنا نبداو اولا بالتفعيل
وباجراءات القانون ديال المراعي ديال 113. دونك نبداو بعدا، هذا هو كان المطلب ديالنا، سواء من خلال اجتماع اللجنه الجهويه ديال المراعي ولا من خلال اجتماع اللجنه التقنيه ديال العمالات، اكدنا على ان ما يمكنش نرجعوا الثقه بيننا وبين المواطنين الا ما بديناش بالتفعيل والاجراءات ديال المضامين ديال هذا القانون. نخليوا المواد والفصول الخلافيه ابار اللي عندها علاقه بالمجال ديال الاركان وبالمجال ديال ذوي الحقوق، هادو ما نتذكروش عليهم، نخليهم ونمشيو للاجراءات الكثيره اللي فيها المسألة ديال الزجر، المسألة ديال شرطة الراعي، المسألة ديال التتبع القاطيع، المسألة ديال المجالات الرعوية اللي ممكن تفتح وفين ممكن تفتح، هذا الشيء كاين ما يدار. دونك هذا الشيء علاش قلنا أنه إلى ما كانش إلى ما رجعناش المصداقية للمؤسسات وقمنا بإضعاف المؤسسات، ما يمكننا نوصلوا إلا إلى بحال هذوك الاحداث المؤسفه اللي وقعت في الساحل واللي ممكن لا قدر الله توقع في مناطق اخرى. اذا حنا كنقولوا بان الدور ديال المؤسسات وديال هاد اللجان والتفعيل ديال القانون، وهاد النقطه حتى هي راه داخله في هاد التفعيل ديال القانون ديال التعويض الفردي ديال المتضررين، لان كاينين الناس تكلت لهم المزارع ديالهم وتضروا، عندهم اضرار ماديه في الممتلكات ديالهم، اضافه الى جبر الضرر الجماعي عن طريق كما قلنا كما سمعتوا في المقترح ديالنا السيد المدير الجهوي، جبر الضرر الجماعي عن طريق برمجة مشاريع مندمجة في إطار الدعم الثانية ديال مخطط المغرب الأخضر. Je ne vous pas abonné à la chaîne YouTube et de partager la vidéo à chaque fois pour vous rendre sur le chinois. Maintenant, je vous dis le j'aime, vous tournez la jarasse, vous chassez le comme j'ai dit.